بالبداية أهلا بكم أهلا وسهلا. وبقناتكم الكريمة. طبعا يعيش في حي الشيخ مقصود والأشرفية قرابة 200,000 نسمة ينتمون إلى أثنيات مختلفة، فحيث ازداد عدد السكان فيها نتيجة فرار الكثير من العوائل الكردية المقيمة في عفرين وضواحيها بعد العملية العسكرية غصن الزيتون عام 2018. طبعا الحيين كانا يعيشان سابقا أوضاعا اقتصادية جيدة مقارنة مع باقي أحياء حلب الواقعة تحت سيطرة النظام. طبعا ما دفع قوات النظام لفرض حصار مطبق عليها مؤخرا لتحقيق مكاسب سياسية أدت لحدوث أزمة خانقة في تأمين الخبز والمواد الغذائية والمحروقات. طبعا المساعدات خرجت من منبج، المساعدات المقدمة من إدارة ذاتية خرجت من منبج من حاجز التيهة، طبعا وصلت مدينة حلب ولكنها لم تدخل بعد إلى حي الشيخ مقصود. طبعا الفرقة الرابعة منعت دخول مساعدات وهذا نتيجة الحصار المفروض على الحي منذ أشهر. طبعا تستخدم الفرقة الرابعة سياسة التجويع للضغط على الشعب والضغط على الإدارة. طبعا الوضع المعيشي سيء للغاية، هناك عدة مباني قابلة وآيلة للانهيار بعد الزلزال الذي حصل منذ عدة أيام، وهناك العديد من المباني المتضررة والتي لا يصلح العيش فيها. هناك نقص بالآليات، طبعا لأن إدارة البلدية الموجودة تعتمد على الآليات القليلة الموجودة بالحي. الوضع متأزم، هنالك مئات العائلات حاليا موجودين داخل الجوامع والمدارس والخيام بحاجة إلى تأمين أبسط مقومات الحياة. طبعا عدم دخول المساعدات سيزيد من وضع الحالي سيزيد من سوء الوضع الحالي في الحي. هنالك أطفال ومسنين بحاجة إلى أدوية وبحاجة إلى حليب الأطفال. طبعا يجب على الفرقة الرابعة السماح بدخول المنظمات نعم، حسب ما الإنسانية فهمت من حديثك أستاذ براء أنه حتى الآن لم تصل أي مساعدات إلى حي الشيخ مقصود، أليس كذلك؟ نعم لم تصل بعد. طبعا الفرقة الرابعة هل من هناك أمل كل أن 100 تصل؟ هنالك تفاوض، الفرقة الرابعة تطلب 60% من شحنات المساعدات لقبول دخولها إلى الحي. طيب، مع وصول صهاريج الوقود إلى أحياء مدينة حلب ومناطق بريف المدينة الشمالي، لأن المساعدات كانت تشمل 100 من صهاريج الوقود، كيف يمكن لها أن تساهم في عمليات إزالة الأنقاض وإنعاش الوضع الخدمي، أقصد المشافي والمولدات والأفران؟ طبعا منطقة الشيخ مقصود والأشرفية والشهباء تعتمد بشكل أساسي على مادة المحروقات، فالمشفى بحاجة إلى وقود لإدارة المولدة، وطبعا الأفران بحاجة إلى وقود، وطبعا الحياة بالمناطق تعتمد بشكل أساسي على الوقود. نعم، طبعا دخول الوقود سوف يقوم بإنعاش الواقع الحالي وسوف يحد من خطورة الوضع الحالي. نعم، الكل يعلم سيد براء أن هذه المساعدات وقفت قيد الانتظار عدة أيام ودخلت بعد وساطات. هذه الوساطات هل ربما يمكن لها أن تعبد الطريق لدخول قوافل أخرى؟ أن يكون هناك نوع من التنسيق لربما؟ طبعا الفرقة الرابعة تلوح بسلاح التجويع كل الحين والآخر. طبعا الغاية من الحصار والغاية من العزلة المفروضة على الحي هي طبعا لتحقيق مكاسب سياسية. الشيخ مقصود والأشرفية أو مناطق الشهباء هي جزء من حلب، ويجب على النظام كيف أن يقبل بدخول المساعدات إلى أحياء حلب أن يقبل بدخول المساعدات إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية أيضا. نعم، حسب معلوماتك أليست هناك ألا توجد أي منظمات أممية أو حتى هلال الأحمر السوري ليس لها وجود أو دور فعال هناك؟ طبعا المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر والصليب الأحمر متواجد ضمن أحياء حلب، ولكن أقصد نتيجة الأشرفية الحصار والشيخ مقصود أستاذ براء. نعم، نتيجة الحصار لم يسمح بدخول المنظمات الإنسانية إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، ولم يسمح بدخول الهلال الأحمر أيضا. أشكرك جزيل الشكر لكل هذه المعلومات براء محمود، نائب رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل، كنت معنا مباشرة من حلب.